عبرت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن. ودعت المملكة العربية السعودية الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويعزز العمل العربي المشترك. ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.